أيها الأحباء، الإخوة والأخوات جميعا من مدينة القدس، أبعث بهذا النداء وبهذه الرسالة لعلها تصل إلى أصحاب الضمائر الحية في عالمنا. رسالتنا وشعارنا هو: ارفعوا العقوبات عن سوريا في ظل تفشي الكورونا. ارفعوا العقوبات عن سوريا، لأن بقاء هذه العقوبات إنما هي جريمة بحق الإنسانية وبحق كل القيم والأعراف والمبادئ الأخلاقية. من مدينة القدس نبعث برسالة التضامن والأخوة والمحبة والوفاء لسوريا رئيسا وجيشا وشعبا، ونقول بأن سوريا التي انتصرت على أعدائها الذين تآمروا عليها سوف تنتصر اليوم أيضا على وباء الكورونا الخبيث.